أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من ديجي سبور الذي يبث عبر مختلف الصفحات الرقمية لميجان تي في. في هذا العدد سنناقش موضوع كرة القدم داخل القاعة واستعدادات المنتخب لكأس العالم المقامة في أوزبكستان منتصف الشهر المقبل. معي في هذا العدد مدرب المنتخب المغربي للرديف عادل السايح. سي عادل أهلا، شكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة. مرحبا. أولا سي عادل، قراءتك للائحة المنتخب المغربي وأهم الملاحظات وأبرزها. ويعني بكل صراحة يعني في كقراءة اللائحة اللي غادي تشارك في هذا المونديال، فكنظن جميع المتتبعين يعني كيتحسروا على الغياب ديال نعم، العنصرين مهمين هما بلال بلال بقالي بقالي ويوسف جواد. ويوسف جواد اللي كيتعتبروا من الركائز الأساسية المنتخب الوطني، لكن قدر الله ما شاء فعل، الإصابة كتغيبهم على هذا المونديال. وإن شاء الله يعني اللائحة راه كتضم مجموعة من اللاعبين عندهم تجربة كبيرة، بالإضافة إلى لاعبين اللي أول مرة غادي يخوضوا غمار نهائيات ديال كأس العالم، هما عندهم طموح وإن شاء الله باغيين يقدموا نفسهم بواحد المستوى كبير باش انهم يعوضوا شيئا ما الغياب ديال بلال بقالي ويوسف جواد. صحيح سي عادل، ربما لاحظنا ان التشكيله او اللائحه حافظت على نفس العناصر الاساسيه، هل ربما نقول ان اللائحه احترمت المنطق بالرغم من الغيابات التي قلت انه نتاسف جميعا لعدم وجود البقالي ويوسف جواد؟ نعم، كنظن ان السي هشام دقيق فاعتمد على الجاهزيه، بالاضافه الى الغياب ديال بلال بقالي ويوسف جواد، كنلاحظوا ايضا الاستغناء عن الحارس رضا الخياري. صحيح. الحارس رضا الخياري اللي كان هو واحد في جميع التظاهرات الافريقيه ولا العالميه بالنسبه للناخب الوطني هشام دقيق، فلاحظنا ان كان الغياب ديالو في كاس افريقيا الماضيه، بالاضافه الى الاستغناء عليه في اللائحه الاخيره اللي غتشارك في المونديال. فكنظن ان يعني من غير هاد الاستثناءات الثلاثه كنظن ان جميع العناصر قادره انها تمثل المنتخب الوطني المغربي خير تمثيل. فكما قلت لك من قبل، فالتشكيله كتضم لاعبين مجربين، لاعبين عندهم خبره في هاد التظاهرات، لاعبين اللي شاركوا ثلاثة ديال الكؤوس عالمية من قبل، هناك لاعبون جدد اللي شاركوا في كأس العالم الماضية في ليتوانيا وهذه ثاني كأس عالم عندهم، وهناك لاعبين اللي غادي يشاركوا أول مرة في كأس العالم وعندهم طموح وعندهم يعني رغبة أنهم يمثلوا المنتخب الوطني المغربي ويدافعوا على القميص الوطني. صحيح سي عادل، دائما نبقى في الغيابات، إلى أي مدى بالنسبة لك سيؤثر غياب يوسف جواد وبلال البقالي، خصوصا ربما بلال البقالي يملك تجربة إفريقية وعالمية رفقة المنتخب الوطني، ويوسف جواد ما حققه في آخر نسخة من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت هنا في المغرب قدم مستوى رائع جدا. صحيح، الغياب ديال يوسف جواد ولا ربما بلال بقالي كيف يمكن لهشام بدكيك أن يتعامل مع هذا المعطى السلبي شيئا ما؟ يعني سي هشام دقيق فهو مضطر، لان صحيح. الاصابه يعني ما كان تحكموش في الاصابات. فبالنسبه ليوسف جواد كما شاهدنا ان كان كل شيء كيتمنى انه يرجع في كاس ويرجع ان شاء الله يعني بكامل القوى ديالو، فسوء الحظ انه رجع في كاس افريقيا ولكن ما قدرش انه يكملها، فعودته جات نفس الاصابه في احدى المباريات في كاس افريقيا الماضيه. بلال بقالي تصاب في احدى المباريات الوديه، فطبيعه الحال الغياب ديالهم غادي يكون مؤثر ومؤثر جدا، لان كنعرفوا القيمه ديال هاد اللاعبين داخل المجموعه الوطنيه. لكن كنظن ان الناخب الوطني عنده من الاسلحه وراه التشكيله اللي اختار، فكنظن انه اعتمد على لاعبين اللي ممكن يعوضوا ولو شيئا ما هاد اللاعبين اللي ما غاديش يشاركوا، اللي كي
يمتازوا على انهم ذوي خبره، خصوصا اللاعب بلال بقالي راه شارك في اكثر من مره في كاس العالم، فكنظن ان بلال بقالي الكل كيعرفوه، الكل كيعرف الوزن ديالو والقيمه ديالو داخل الوطنيه. يوسف جواد ايضا لاعب موهوب كيعطي حلول فرديه اللي ما كتكونش منتظره، فاكيد ان الغياب غادي يكون مؤثر. كما قلت راه كاين لاعبين اللي عندهم طموح، لاعبين اللي غيبغيو يفرضوا راسهم ويفرضوا الذات ديالهم في هاد كاس العالم، وما غيديش ما غيلقاوش يعني فرصه احسن من هذه. فكنظن صحيح. ان رب ضاره نافعه كما كيقولوا. الى غاب بلال البقالي ويوسف جواد فكنظن ان هناك عناصر اللي ممكن تعوضهم ولو شيئا ما. وكنظن ان راه التشكيله ديال 16 لاعب فهي تشكيله متكامله، وبالاضافه يعني واحد الملحوظه، فاذا رجعنا عبر التاريخ جميع الكؤوس اللي خاضها المنتخب الوطني المغربي سواء كؤوس افريقيه عربيه او عالميه، فدائما كنلقاو انه كيخوضها بواحد التشكيله جديده، فدائما كيكونوا عناصر جديده اللي كيدمجهم الناخب الوطني المغربي في كل تظاهره. فشاهدنا في كأس عربية في النسخة الثانية كان غياب البقالي، كان غياب المسرار، كان غياب خالد بوزيد، غياب مجموعة من اللاعبين المحترفين في الخارج، واعتمد الناخب الوطني سي هشام دقيق على مجموعة كتضم لاعبين من البطولة الوطنية الدوري المغربي، واستطاع أنه يحصل على النسخة الثانية من كأس العرب. كأس العالم أيضا رجعوا حتى لكأس العالم بليتوانيا، شاهدنا غياب يوسف المزرعي قائد الفريق آنذاك، ما لعبش مباريات مع المنتخب الوطني المغربي، وكان هو من الركائز الأساسية في كأس إفريقيا الماضية. لاحظنا غياب سعد كنية اللي اعتزل دوليا، ايضا لاعب الى ما خانتنيش الذاكره لاعب مهم كان حتى هو في ضمن التشكيله فكان غايب، يمكن واحد حتى فاتي حتى هو كان غايب في كاس افريقيا في كاس العالم الماضيه. فهناك اربعين اللي كانوا من الركائز ديال الوطني المغربي وما لعبوش كأس العالم الماضية، بالإضافة إلى أشرف سعود اللي كان كيتعتبر أحد النجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. المباراة الأولى في كأس العالم في ليتوانيا الماضية وتصاب وما قدرش أنه يواصل المباريات مع تشكيلة، فكنظن ومع ذلك فالمنتخب الوطني المغربي أنه استطاع أنه يوصل الربع النهائي. فكنظن أن المنتخب الوطني المغربي بالحديث الحالي سعدي فإنه بالحديث قادر عن يوصل إن شاء الله. صحيح بالحديث عن وصول المنتخب المغربي لربع النهائي في آخر نسخة من كأس العالم، ربما الحديث عن اللائحة يقودنا إلى أيضا الحديث عن قوة المنتخب المغربي عالميا. هل يمكننا أن نشاهد نسخة استثنائية في هذه النسخة من كأس العالم كما قلنا بعدما وصل المغرب إلى ربع النهائي في آخر نسخة من المونديال؟ واكيد هذا طموح ديال ربما مع امتلاك جميع خبرة أكبر. المغاربه. نعم ربما مع امتلاك خبرة أكبر بآخر اكيد كأس اكيد إفريقيا تمكن المنتخب من اكيد الفوز بها وآخر كأس العرب. اكيد فالخبره كتلعب دور كبير خصوصا في هذه التظاهرات العالميه. فكما عرفنا فالان اصبح يعني الطموح أولا سقف التطلعات ديال الشارع المغربي والشارع الرياضي، فولا كيطلب يعني بكل صراحة كيطلب من هذا المنتخب أنه يتوج بكأس العالم. شيء اللي ماشي سهل، ولكن في نفس الوقت أنه ماشي صعيب بالرغبة بالإرادة الطموح ديال هاد اللاعبين، واللي خلى الشارع الرياضي أنه يطالب بالتتويج بكأس العالم فهو المستوى الكبير اللي ولا كيظهر به المنتخب.
المباريات الودية الكبيرة اللي قام بها واستطاع أنه ينتصر على منتخبات عالمية، نخص بالذكر الانتصار على منتخب الأرجنتين ب7-0. صحيح. فهو شيء ماشي سهل. منتخب الأرجنتين فهو بطل العالم، استطعنا أننا ننتصر على المنتخب البرازيلي، لعبنا معاه مقابلتين وديتين في داخل البرازيل، استطعنا يذكر معاه أن أمام المنتخب البرازيلي سانتياغو. صاحب الرقم القياسي في كأس العالم في الفوتسال، نعم، يعني فكنظن الفوز أن على هذا الخصم بالذات يمكن يعطيك معنويات أكبر. فأكيد فيعني كما قلنا سقف التطلعات فهو راه ولا مرتفع الآن، صحيح. وكنظن أن لا اللاعبين لا الطاقم التقني فهما واعيين بهذه المسؤولية، وكنظن أنهم ما غاديش يبخلوا من المجهود والعطاء أنهم يوصلوا لأبعد نقطة ممكنة. فأكيد خصنا نعرفوا بأن الغيابات اللي كاينة راه غيابات وازنة، غيابات أكيد غيكون عندها واحد التأثير كبير، لا سيما أن كنعرفوا في كرة الصالات الفوتسال فكتعتمد على مجموعة من اللاعبين، تغييرات كتكون مفتوحة، لكن هذيك الخطط والتكتيكية اللي كينهجها كل مدرب فهي كترتكز على التغييرات اللي كيقوم بها. فكنظن اليوم هذوك التغييرات غادي يكونوا ناقصين واحد جوج ديال العناصر اللي هما من المستوى العالي، لكن كنظن أن البدلاء إن شاء الله يكونوا في الموعد ويقولوا الكلمة ديالهم في هذا المونديال هذا. سي عادل، في كأس العالم أوزبكستان المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة رفقة كل من بنما، تاجكستان والبرتغال، حظوظ المنتخب مع هؤلاء الأبطال خصوصا وهي مجموعة صعبة بكل صراحة، يعني جدا. مجموعة صعبة، يعني غنلعبوا مع حامل اللقب المنتخب البرتغالي، البرتغالي يعني الحمد لله أننا غادي نواجهوه في المقابلة الأخيرة، فأكيد لازم نوصلوا لمباراة البرتغال، لازمنا نكونوا التأهل اللي ما غاديش يكون سهل. غادي نلعبوا أول مباراة ضد منتخب بنما، منتخب بنما كنعرفوه بأنه منتخب متطور جدا، منتخب اللي استطاع انه يجنس مجموعه من اللاعبين برازيليين، فاكيد المقابله غادي تكون صعبه وصعبه جدا. وفي دور المجموعات فالمقابله الاولى هي اللي كتعطيك المفتاح التاهل، فلازم اننا نستعدوا ونتعاملوا مع هذه المقابله بكل جديه، اننا ان شاء الله نحصدوا اول 3 نقاط اللي غادي تخول لنا اننا نلعبوا المقابله التانيه ضد طاجكستان، اللي حتى هو منتخب جد متطور، منتخب استطاع انه يحصد بطاقة تأهل في القارة الآسيوية على حساب منتخبات قوية كفيتنام كتايلاند اللي عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال، واللي انهم استنوا يتأهلوا لكأس العالم الماضية، لكن منتخبات آسيوية قوية اللي استطاعت أنها تأهل على هذه المنتخبات على حساب هذه المنتخبات يعني اللي عندها باع طويل في الفوتسال على صعيد القارة الآسيوية. فكنظن أن المقابلات كلها غادي تكون صعبة، لكن إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي الطاقم التقني اللاعبين فهم قادرين أنهم يحسبوا بطاقة تأهل إن شاء الله في هذه المجموعة. أكيد سعد، نتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني للفوتسال في كأس العالم المقبلة التي ستقام بأوزبكستان. شكرا جزيلا على قبول الدعوة ومرحبا بك دائما. شكرا كثير، وحنا راه الإشارة، مرحبا. وكنتمناو أنها تكون متميزة، وكنتمناو التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. دائما. بهذا نصل لنهاية دي جي سبور، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.